أبل أبل عن جد إبليا إبليا تحكم إبليا أمسى ما حلمسى لاحظ لاحظ أصل حالي بالحضور القوي خيالي 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 من دون قصد ولا بالكرتون ولا بالكرتون ولا بالكرتون إبداع الأخضر لا تلوم الأزرق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. في روح بالفريق إن شاء الله، ثلاث نقاط غاليين أخذناهم من الرمسة وإن شاء الله جاهزين للقمة، يعني قمة الفيصلي، وإن شاء الله بنقدم مباراة اللي إحنا بسمعة الفريقين يعني وطمين الكرة الأردنية، والفوز بيجي من عند رب العالمين إن شاء الله. هلا بالنسبة لقيمة الهدف، هو قيمته بثلاث نقاط غاليين جدا، وصراحة يعني ما كنت بعرف إنه جمالية الهدف إلا بعد وصلنا وشفنا الضجة الإعلامية تبعه. يعني هو جمالية الهدف كان بثلاث نقاط غاليين، تعب فريق، يعني هو الهدف ما هو إلي لحالي، تعب كادر فني، تعب الفريق، واي حدا ممكن يسجل هيك هدف، والحمد لله فضل من الله، يعني هدف طلع حلو، يعني الحمد لله الله طوج لنا تعبنا ودمس. يعني مقصوده منك ولا هلا في عالم تفكر انه مش مقصوده؟ هلا انا كان فيني مثلا اني يعني افتل اخذها بصدري، كان فيني اضربها بكعبي خفيفه مش 35 متر، يعني انا كنت قاصد انه وصلها باتجاه المرمى، ولكن انه تفوت جول هذا فضل من رب العالمين، يعني بساعدة رب العالمين يعني صراحة، والحمد لله الله وفقنا. الله يخلي لي اياك، الله يسلمك يا رب، يخلي لي اياك. شكرا لك.